السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة علم سعيد. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وبألف خير إن شاء الله. إذا كنت أول مرة كتزوروا القناة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش ديما توصلكم الجديد ديالي. ما تنساوش الإخوان تدعمونا شي لايك شي تعليق زوين. أي تساؤل عندكم على التربية الدجاج البلدي خليوه لي في التعليق. بالنسبة للتساؤل شي سؤال اللي كيتكرر بزاف راه دائما الإخوان كانوا عليه فيديو. ما تنساوش الاخوان دعمونا دائما باللي لايك والتعليق والتفاعل ديالكم راه هو اللي كيبيه تنزيد قدام الاخوان. الفيديو ديالنا ديال اليوم الاخوان اللي غيكون عن الديك واش كيزيد في الانتاج ديال البيض الديك بالنسبه للديك الا كان مع الدجاج واش كيزيد من انتاج البيض او لا لا. واش عنده شي اهتمام بالنسبه للانتاج واش ضروري يكون عندنا الديك او لا لا. الجواب غتلقاوه عندي اليوم الاخوان في هذا الفيديو. خليكم تابعوا الفيديو الى الاخير باش تعرفوا على الجواب. بالنسبه للناس اللي كيتشكاو من قله انتاج البيض الاخوان راه سبق لي عملت شي فيديوهات فيهم شي الوصفات و سبق لي عملتهم المره اللي فاتت. الاخوان دخلوا شوفوهم قلبوا عليهم ديروا غير اسم القناه ديالي وقلبوا عليهم راه غادي تلقاوهم. فيديوهات عملت فيهم كاينين الفيديوهات الوصفات كاين شي العشبات كاين اللي كيزيد من انتاج البيض الاخوان وكاينين واحد العشبه اللي كتزيد انتاج 100% الاخوان ما فيهاش الشك الاخوان. راني التجربه ديالي جربتها. ارجعوا الى الوراء وشوفوا الفيديوهات ديالي الاخوان وغادي تلقاوها وجربوها للدجاج ديالكم وراه غادي يولي بيض مزيان. بالنسبه للديك الاخوان بعض الناس اللي كيتسالوا واش يمكن يزيد انتاج البيض كما كنعرفوا الاخوان الديك دائما في الحضانه الا ما كانش عندك الديك مع الدجاج راه البيض ما غاديش يفقس ضروري تخصيب الديك باش يفقس الكتاكيت. اما بالنسبه للاخوان الانتاج ديال البيض ممكن الدجاجه تبيض بدون ديك. الكل كيعرف هادشي هذا القليل اللي ما كيعرفش. بالنسبه اي دجاجه يمكن لها تبيض واخا ما كاينش معها الديك واخا بدون حضور الديك الدجاج يمكن له يبيض. ولكن كيبقى واحد السؤال الناس كيقول واش يمكن يكون السبب ما كيبيضش مزيان داك الدجاج بسبب الديك او لا لا. الجواب اللي غنعطيكم الاخوان هو الديك ما عنده حتى شي علاقه بالانتاج ديال البيض. الديك الدور ديالو هو تخصيب البيض باش البيض كيتلقح ما باش كيفقص الكتاكيت. اما الا ما كانش الديك الكتاكيت ما كيخرجوش البيض ما كيتفقش. هذا هو الدور ديال الديك الاخوان. اما بالنسبه للزياده ديال انتاج البيض بالنسبه للديك راه ما كيزيدش نهائيا في الانتاج ديال البيض وما عنده حتى شي علاقه بالزياده ديال الانتاج. العلاقه اللي عند الديك هي تخصيب البيض باش يفقس الكتاكيت. كنتمنى الاخوان تكونوا فهمتوا كل شيء واضح. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم الاخوان. ما تنساوش الاخوان تدعمونا شي لايك شي تعليق زوين. عندكم شي تساؤل خليه لي في التعليق وشكرا لكم والى اللقاء. نتلاقاو شي فيديو جديد ان شاء الله.